هو الفكرة بغير بس إن شاء الله ربي يفك علينا الكابوس هذا اللي إحنا فيه ونرجع ونديروا العروض متاعنا متاع فهمت ونديروا الاحتفالات ونديروا المهرجانات وكلها بهي غير نبيك أنت تديرها بطريقتك أوكي طريقتك الخاصة يعني تحكي قريبا تعود البهجة والفرحة إلى شوارع ليبيا ونستقبل شهر رمضان بلياليه وسهرات مرحبا بكم أصدقاء مازال سامي أنت مش توا بعدين في الفقرة الأخيرة بعد ما يكمل هو أنت بتحكي على الفقرة متاعك بهي تعال هذه سامي من بعد أنت أوكي هاي تعال ألعب غادي بر ألعب غادي بحلو حسن ما ألعب هذا أمس سامي أحليك شندار لي افتح لي على القفص متاع الغوريلا أمس نديره في البروفة هني افتح لي على القفص متاع الغوريلا وطلعت غادي هيك من جهة تانية من غادي إلا ما خدرناه وجبنا المروض متاعها باش ردة باهي فيلا بسرعة نكمل قبل ما يدير لنا كاري إيه أنت بعد وما نعرفش حط لا خلاص حطيتها غادي مع الحصنة هنا تي الحصنة باش تعس عليه معناها لا لا ما تخافش صغار ما يطلعوش أنا شربت ولا حاجة بأسمع نكمله بسرعة قبل ما يدير كارثة بالله عليك يلا تهب نازل بوين تنزل بوكي هاي نبدو قريبا تعود البهجة والفرحة إلى مدن وشوارع ليبيا ونستقبل شهر رمضان ولياليه وسهراته مفاجأة سارة أسد دلل نفسك يا عمو المكان محاصر مطلعوش هما مطلعوش برا وين تعال بقى تعال شوف معايا قفص الثاني هما زوز قلت لك زوز بعدين انت بعد دخلت في حيش واحد بس اللي طلع ما طلعوش كلهم واحد بس وين كان وين واحد انا شفت طلع من هنا وطلع من هنا برا دوره من هنا ومن هنا اجي نشبح فيه وين متخبي تحت الشاحنة اطلع اصبح قهوة اسمع تدور معاي شو ندور معاي بلا عليك تدور معاي العيل صغير مندرش نعول عليه هاي ندوروا ندور شو ندور معاي خرجولك هربولك من عجيت معاي بنت خليني ندوره كلب هرب بخليني ندوره قبل ما يجي المدرب ندور وحدك مش ندور انا فيطلعش يا عمو هاني معاك شنين دبيك انا الهاجس يجي عاش شنين دبيك تعالى ما تخافش انت شجاع يا عمو تفرق شجاع اسمع بتعالى ندوروه نشوفوه وين مشي بعصا هاك ها تاخد هدي ما تبي هاك غاسمع اعطيني العصا بتعرف هذا أمس شندار لي ولا نصور معاه افتح لي على الكركدن كركدن؟ ايه والمروض متاعها مش هنا اللي جسم بلا بدن عرفتها؟ ايه خليه بحزنه أمس جبنا ونش وخدرناه باش رديناه للقفص متاعه قريبا تعود البهجة والفرحة إلى مدن وشوارع ليبيا ونستقبل شهر رمضان ولياليه وسهراته مفاجأة سارة سوف تجوب كل المدن الليبية لإدخال الفرحة والسعادة على العائلات والأطفال السيرك العالمي أورفي سوف يدخل ليبيا لأول مرة بعروضه الأشرقية شيقة والمتنوعة على الأطفال هيا تعالى شو في هنا شو في سيودة البرة خلصوروا بسرعة أنا صوروا بسرعة أكيد البرة تدخل يصوروا بسرعة أكيد مش بعيد توا أكيد مش مستحيل يولي هنا هيا لا بدي يولي ولا ما يوليش بإسمع أفعل هذا معك ياكلة أفعل هذا يا كم نصور سيد راو أوكي عرفتها أنا إيش لي عرفتها هيك عرفتها سيد راو ياكل راو إسمع غير سمعني
انا ما نصورش. المروض رد من مكانهم خلاص. هيا هيا خلينا نصوروا. هيا رد من مكانهم. هيا ما قلنا المروض رد من مكانهم، يعني رد من مكانهم. ردوا من مكانهم. هيا خلينا نكملوا نصوروا. ردوا من مكانهم. ايه هيا انا شبعت رد اثنين. ايه اثنين ردوا. اثنين اثنين هما ولا هما ثلاثه هما؟ غير اسمع اسمع هما ثلاثه. انت متاكد هما ثلاثه؟ باهي خلينا نصوروا هذه لقطه واحده بسرعه. ليه 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 دقيقتين. هيا هيا والنبي. ليه 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 مستحيل. مستحيل. بنت خلك خايف. اي خايف. هيا بيخش علينا رمضان وانت ما زلت هنا. اي ميساج يخش علي رمضان وانا زلت هنا خير ما يخش علي وانا في الجبان. لا بهيا اسمع بقى برا احكي لهم شوفهم قداش في القفص برا بسرعه. انا من الصبح هنا شايفتهم اثنين. انا داخل مانيش مرتاح حسبتهم هما قام ديجا ثلاثه. عديتهم يا ابلة عديتهم ثلاثه. هيا ضيعت لي مستقبلي انت. هيا تحب تضيع لي عمري ولياليه وسهراته مفاجأة سارة سوف تجوز. هيا تعالوا تعال عفا غسان أنا معاك شاهدوا فيك بلايين يا عمو. عمو خليك تطلع في التلفزيون شجاع في الكاميرا الخفية على 218. هاي كاميرا دي تحية للكاميرا الخفية. بعروضه الأشرقية شيقة والمتنوعة على الأطفال. هيا تعالوا في الكاميرا الخفية كلمنا على 18. هذا كله كاميرا خفية.